اكيد مناقشتنا وكلامنا لسه مكمل في موضوع حلقتنا النهارده، وهي الصداقه من خلال الاونلاين، من خلال الفيسبوك او الانستجرام. هل انا ممكن اعمل صداقات ونبقى اصحاب جامد قوي 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 ونبقى زي ما بنقول انتيم من خلال السوشيال ميديا؟ في طرفين معانا النهارده، كل طرف بيقول اه عادي، ايه المشكله ان انا اعمل صداقات ونبقى اصحاب من خلال السوشيال ميديا. الطرف الثاني بيقول لا، يعني ايه اعمل صحاب من ورا شاشه. هنعرف وجهتين النظر النهارده من زي ما بنقول من الجيل الجديد بقى، من الشباب، او زي ما بنقول هما شباب المستقبل، من ضيوفي اللي منورني النهارده. بسمله ايهاب، اهلا بيك يا بسمله، طالبه في السياسه واقتصاد صح؟ حصل. اهلا بيك. وكمان ندى رأفت، هتبقى ان شاء الله زميله، وهي طالبه في اولى كليه اعلام. اخباركم ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام. لا ما تتكسفوش، انا لسه بصوا قبل ما نبدا بقول لهم انتوا تلاقيكوا طبعا عند الجامعه او في البيت، قالوا لي لا والله في البيت بيبقى صوتنا عالي، اعتبري هنا البيت. تمام خلاص. انا هبدا معاكي انت يا بسمله، لان انت من الاطراف او من الاراء اللي هو اه ايه المشكله ان انا يبقى ليا صداقات على الفيسبوك، ان انا الصداقات دي من تتحول من ان هي اونلاين ان احنا نبقى اصحاب وننزل ونخرج وممكن توصل لانتيم. فانت ايه وجهه نظرك بقى في الموضوع ده؟ ما بتخافيش مثلا ان الصداقه دي تطلع مزيفه بعد كده؟ انا شايفه انه لا، هي ده انا شايفه، تعلي صوتك. طيب ده اللي انا شايفه. ماشي. انا شايفه انه لا، يعني هي ممكن نستفاد من الموضوع اكتر ما هو هيبقى فيه خطر. انا عارفه انه كده كده فيه خطر، بس الفكره ان احنا نبقى حذرين. يعني الموضوع بيحتاج وعي وبيحتاج ان انا ابقى مركزه وعارفه انا بتكلم مع مين وايه اللي بقوله عن نفسي كويس. طول ما انا ببقى برايفت او بتكلم في الحاجات اللي هي عامه، مش بتكلم عن حياتي الشخصيه قوي اعتقد في البدايات بالذات، لا اعتقد الموضوع بيبقى فيه استفاده كتير. يعني ما عندكيش مشكله ان يبقى فيه صداقات من خلال السوشيال ميديا تتحول لصداقات على ارض الواقع او صداقات حقيقيه؟ لا بتختلف من شخص للتاني، بس لا ما عنديش يعني اعتقد. طب يعني خلينا نتكلم ونقول هتفرق لو صداقه ولد من او بنت؟ يعني ممكن تبقى فيه صحاب ليكي بنات، وانت قلتي لي ان انت ليكي صحاب بس بنات بس من خلال السوشيال ميديا. ان انتوا من خلال الجروبس والحاجات دي بتنزلوا وبتخرجوا وبقيتوا صحاب قريبين. بتختلف بنت الولد؟ اه تختلف قوي. بتختلف. احترمك جدا. طيب اجيلك بقى يا ندى، انت ضد انه لا ما يبقاش في اي صداقات بقى ولا بنت ولا ولد ولا اي حاجه من خلال السوشيال ميديا؟ صحابي صحاب الجامعه، صحاب المدرسه، صحاب ان شاء الله بعد كده لما تتخرجي وتشتغلي. ايه وجهه نظرك بقى؟ اسباب اعتراضي لان انا دايما بكون مش متاكده من هويه الشخص اللي بيكلمني اونلاين، ولد او بنت. يعني في انتحالات شخصيه كتير بتحصل اليومين دول، كلنا بنسمع عنها على الانترنت، فده مش بيكون يعني بيكون مش مخليني اقدر اكون واثقه 100% ان اللي قدامي ده حتى عنده نفس التربيه اللي يقدر يتعامل معايا بيها او الحدود اللي بيني وبينه دي ولا لا. طب ليه ما تقوليش ان الشخص اللي انت بتتعرفي عليه على السوشيال ميديا ان يبقى افضل من اصدقاء موجودين معاكي على ارض الواقع؟ لان السوشيال ميديا زي ما انا قلت في البدايه هو سكرين او هي شاشه احنا وراها، محدش شايفنا محدش عارفنا، بنشوف فيك اكونت كتير ان ولد بيبقى بنت وبنت بتبقى ولد وحاجات كتير جدا بنلاقيها مش لطيفه. لكن في ناس على السوشيال ميديا لا، ناس كويسه. ما تفترضيش، لان ممكن الناس اللي على السوشيال ميديا دول زي مثلا بسمله من خلال الجروبس، من خلال اللي هي في جروبات بقى البنات الكتيره والحاجات اللي هو بتاعه اليومين دول، بشوف ان هم بيعملوا مثلا خروجات وقعدات وبتاع بيتعرفوا على بعض. حتى دي انت رافضاها؟ انا ما اقدرش انكر ان في ناس كويسه، بس انا بالنسبه زي ما حضرتك قلتي ان السوشيال ميديا كل واحد ما بيكونش شايف التاني، فطالما كل واحد ما بيكونش شايف التاني بيظهر للتاني الجزء اللي هو عايز يظهره. يعني انا في حاجه وحشه من خلال الاونلاين شاتنج وكده، انا استحاله اظهرها للبنت اللي قدامي او الولد اللي قدامي، بس لو انا بتعامل معاه في الواقع اكيد هظهر ده، يعني اكيد غصب عني اراديا او لا اراديا هيشوف كل حاجه فيا. طيب خليني ارجع تاني لبسمله وناس كتير زي ما انا بقول لك، على فكره في ناس معاكي وفي ناس تقول لك زي ندى يقول لك لا انا رافضه الكلام ده. ايه رايك في الناس اللي بتقعد تقول ده مجتمع غير امن، ده بيسبب الكوارث، الكوارث ما بتجيش غير من ورا السوشيال ميديا والكلام ده؟ انت رايك ايه في الموضوع ده؟ من ناحيه غير امن، هو غير امن، بس الفكره انت عقل على فكره، انا عاجبني دماغك لان بجد والله، يعني انت يعني بتعملي بتحاولي تاخدي المميزات
وبتفكري في ان في عيوب برضو، يعني في ناس غيرك يقول لك ايه لا او عادي وايه المشكله والمهم ان انا اخرج، لا ممكن يوديكوا في كوارث وفي مصايب اساسا. ما هو دي حقيقه، ومشكله مش في كده، هي الفكره في ان انا، ما هو انا ممكن، انا لازم ابقى واخده حذري في كل حته. ما هو انا على فكره ممكن الناس اللي احنا هيضحكوا عليا على السوشيال ميديا ممكن اقابلهم بره ويضحكوا عليا برضو، ما اختلفناش. فانا شايفه ان لا، انا المفروض ابقى واخده حذري عامه، واخده بالي بتكلم مع مين، واللي قدامي يبقى ليه طريق، يعني اللي هو وحط حدود كده، سواء سوشيال ميديا او صحاب عاديين بيبقى في حدود او في ليميت ان احنا حاطينه اكيد قدام. وادي نفسي فرصه كفايه ان انا اعرف البني ادم مده طويله، بالذات لو مش بنت. بالنسبه للبنت بتبان بقى، بقلب في البيج بتاعتها، بشوف الكومنتس، بشوف تتكلم ازاي، الفرنز اللي عندها، ما انا مع الوقت بعرف بقى هي مين طبعا. فمثلا جامعه كذا، بشوف الفرنز هل نفس ما هي بقى، لو هي المفروض تبقى صاحبتي وانت اقول على حاجه، ان احنا حتى مثلا لما يعني انا لي واحده صاحبتي كانت جايه مثلا تتجوز، فدخلنا على الفيسبوك بتاع الولد اللي هو متقدم لها، عملنا ايه؟ بنشوف الماتش او الاصدقاء المشتركين. دلوقتي بقينا نلاقي ناس كتير، فنبتدي نسال هو ده كويس او هي دي كويسه. فاعتقد ان الموضوع ده برضو ليه مميزات، ان احنا يبقى فيه اصدقاء لينا على السوشيال ميديا. طيب خليني ارجع لك يا ندى واسالك، هل انت مثلا ليكي تجارب، مش انت كانت، هل صحابك حواليكي مثلا ليهم تجارب مش لطيفه، تجارب سيئه، ان هم اتعرفوا على حد من خلال السوشيال ميديا وزي ما بنقول خدوا مقلب عمرهم؟ لا مش ولاد، مش بتكلم على بنت وولد، بتكلم حتى على بنات يعني مع بعض. لا الصراحه مش حواليا انا قوي، بس كذا مره سمعت عن كذا جرائم الكترونيه يعني. ده سبب يخليني تبقي خايفه وحذره. طب ده هل سببه ان انت اهلك بيخافوا قوي 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 فانت خايفه منهم ان هم، ولا انت من جواكي انت مش عايزه؟ انا من جوايا انا مش عايزه. انت مش عايزه؟ والله بس انت رقيقه وانت ممكن يضحك عليك. بسملة قويه بنت يعني، وانت قويه، بس انت ممكن تكوني على فكره انا عامله زيك، انا كائن جبان جدا وبخاف وعايزه امشي مش جنب الحيطه، بمشي جوه الحيطه. طيب خليني اسالك يا بسملة، بما انك انت اوريدي ما عندكيش مشكله ان يبقى في صداقات من خلال السوشيال ميديا، واحترم فيكي ده ان انت تقولي انا عملت كده مع بنات بس، واشجعك لكن ولاد بلاش، لان احنا اصلا الولاد في الطبيعي انا اسفه طبعا لكل الولاد، انا ابني ولد على فكره، بس يعني في الطبيعي في ولاد كتير مش كويسين وفي ناس كويسه. نفترض جالك عريس من السوشيال ميديا حقيقي، حد حقيقي وعريس وولد كويس والدنيا زي الفل، وجي بعت لك قال لك انا عايز اجي اتقدم لك، هتقبلي ولا هترفضي؟ لو بنتكلم عن بسملة، ايوه فبسملة يعني بتفكيري انا، ولا سوشيال ميديا ولا بره سوشيال ميديا. انت اصلا مش عايزه تتجوزي. لكن لو هنتكلم عن البنات الثانيه تتجوزي يعني هيجي، بس انا قصدي مش، ما اعتقدش هتبقى دي الطريقه برضو. بس بالنسبه للبنات الثانيه، هو اعتقد يعني في بنت ممكن توافق لو هو داخل البيت من بابه، اللي هو اتكلم مع الاهل على طول، يعني ممكن يكون عارفها اون سوشيال ميديا، اون جروبس بقى شافها اون كومنتس، بيبقى في مثلا جروبس لها علاقه كتير قوي بشغل، في ابلكيشنز اصلا بعيدا عن السوشيال ميديا اللي احنا عارفينهم، فيسبوك وانستجرام وكده، في حاجات بنخش نتكلم على طول، احنا مش شايفين بعض، احنا اللي هو دخلنا مره واحده في روم بنتكلم في توبيك عن حاجه معينه مالهاش دعوه بالواقع. ايه بقى ده انا جيل ده، ايه ده بجد والله العظيم. يعني انا عارفه ان في حاجه واحده مش هقول طبعا على اسمها يعني، بس انا ما دي بقى فعلا ما بحسهاش حقيقيه. ليه؟ لان دي فيك 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 فيك، لو اللي انت بتتكلمي عليها اللي انا بتكلم عليها، طبعا مش هقول على اسمها عشان انا ضدها اساسا، لان كل الناس اللي جواها بتبقى انا بشوفها ان هي ناس مزيفين، مش ناس حقيقيين.